لا بقى تسأليني شو بدك تعملي وما تعملي بهالبيت. هذا البيت بيتك شريف، انت بتعملي اللي بدك اياه. يعني موافق وما رح تزعل اذا نقلت غرفة القعدة بدل غرفة الضيوف؟ لا الا غرفة الضيوف، هي لا تقربي عليها. ليش تقبرني؟ لانه انا ضيوفي كتار، وغرفة الضيوف عنا قريبة على الباب، هي برضاي عليك اتركيها. ايه مثل ما بدك تقبرني، يلي بتأمره. غيره لازمني شوية طناجر جديدة. ليش ما عندك؟ عندي ابن عمي بس ما بدي اياهم. ليش ما بدك اياهم؟ ما حبيته. بعدين انا وياك لساتنا عرسان جداد، طناجرك كتير كبار ابن عمي. اخليهم بكره بيلزم. بس لسه مطولين لحتى يجينا اولاده ويكبروا. خليهم للعزاي. معلش تقبرني، بدي طنجره صغيره. ايه مو تكرم عيوني. ايه بكره حجيب لك طناجر كبيره وصغيره واللي بدك اياه. غيره. بدي سلامتك يا تاج راسي، رح اقوم سوي لك كاسه شاي. لا تنام. وين كنتي انت من زمان يا شريفه؟ وين؟ يقبرني اللي خلقني. ابن عمي بدي اروح لعند مرت عصام مشان بارك لها شو بنتها الصغيره. روحي روحي، خدي معك نقوط مرتبها، لا تنسيني. لا تاكل هم، حاسب حسابي ابن عمي. بس لا تطولي، اقضي الواجب ورجعي بسرعه. قبل الظهر بكون راجعه باذن الله. بتحبي الاولاد يا بنت؟ خير الله ابن عمي. يأمر قلبي يا حق. هزة يا جميس هزة، حلو يا تفاح حلو لذة، مل علي وشوشني كلامه حلو حلو إلو لذة. هزة يا جميس هزة، حلو يا تفاح إلو لذة. لا هدول صار بدون تعزيل. الله يسامحك يا هشام، معناتها لسه بتحبها للمرحومة. مساء الخير. أهلي. شلونك؟ من الله منيحة. رح اتركك العشاء ابن عمي. شريفة. نعم ابن عمي. شبكي؟ ما بني شيء. ليش هيك قلبي خلقتك على غير عادة؟ شو بدي يكون فيه يعني؟ وليش هيك عم تمري بوشي؟ قلت لك ما في شيء ابن عمي، خلص ما في شيء. عم تبكي؟ شو صاير لك شريفي؟ احكي شو في؟ صارتك بتحبها ابن عمي. لمي؟ لمرتك الاولانية زهرية؟ كمان مانك نسيان اسمها؟ لك شو ذكرك فيها هلا لك شريفة؟ شو ذكرك فيها؟ قول لحالك هالحكي. زهرية ماتت وانا نسيتها من يوم ما الله اخذ امانته. لا مو صحيح هالحكي. شو؟ ايه يلي ما بيحب التاني ما بيخلي عنده شي من قدره. ف
فتحتي الصندوق معناتها؟ ايه فتحت الصندوق وشفت كل اغراض مرتك الاولانيه. الله يثبت علينا العقل والدين. لك يا شريفه، زهريه ماتت من زمان وما بيجوز عليها الا الرحمه. مرتك ماتت من الدنيا بس ما ماتت من قلبك. ايه ما ماتت من قلبك. يا لطيف على هالغيرة اللي عندك يا شريف. لك هي مرتي ميتة وعم بتغاري منها كل هالقد، شلون لو كانت لسه عايشة؟ أنا الحق علي، ما كان لازم أترك شي من أثر المرحومة تشوفه شريف. الصندوق أخي خلي لي عندك. وشو في هذا الصندوق؟ شوية أغراض لمرتي الأولانية الله يرحمها. الله يرحمها. مثل شو؟ مصاغ ومناديل وحرتي نسوان. وليش عم تعطيني إياه؟ خلي حرمتك تستعمله. حرمتي تستعملون؟ خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح يا أبو قاسم. أنت خلي لي هالصندوق عندك هلا. إيه مثل ما بدها. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. قال حرمتي تستعملهم. قال ما بيعرف لما شريفه شافتهم كيف الشماعات يتفسر وغاروا عيونه بوشه من كتر البكي. الله يصلحك يا شريفه، الله يصلحك. صندوق المرحومة درتي؟ معقول يكون هشام أخده؟ ولي على قامتي زعلته، يبعت لي حمى إلهي. لازم يرجعوا اليوم. إيه لازم يرجعوا. ليش أخذت من ابن عمي؟ ليش؟ شو بدك فيه؟ بدي إياهم ابن عمي، بدي إياهم. مالك شغل فيه، ما رح رجعه. من شان الله ابن عمي، بدي إياهم يرجعوا على البيت. من شان الله بوس إيدك. خلصنا بقى شريفة، مشان الله. ابن عمي إذا إني معزي عندك، مشان النبي رجعهم هلا. خلص بكره برجعهم. لا هلا بدي إياهم. لك هلا بنصاص الليالي بدك ياني رجعوا؟ إيه ابن عمي مشان الله، إذا إني معزي عندك رجعهم هلا. حاضر. تفضل أخي. يسلم دياتك أبو قاسم. الله يسلمك. لا تأخذنا لبكنات بهالسنة. ولو ما في غلبة الله يخلي دياتك. يلا صفان أخي. تلاقي الخير. شو قصته؟ اليوم أعطاني الصندوق واليوم رجع أخده. لابقين لي يا تاج راسي؟ بيطيروا العهد هيك بدي اياك. يا يعني انت رضيانة علي مو هيك؟ لك من يومين لسه كنتي عنده. لك شريفة شو القصة؟ ايه بدي اشوف البنت الصغيرة، سبحاني اللي خلقها شو حبيتها. الله يوفقك ابن عمي، بتعرفني قديش بحب الاولاد الصغار. من شان الله تاخذني بكره بكير لعندها. الله يوفقك، ما رح طول. خلاص رح باخذك. باخذك بكره لعند اختي سعاد وبتروحي انت وياها على بيت عصام. لك انا مو مشان شي بس والله عم بشتغل، واحب ما على قلبي تضلك قاعده بشقيتي. ربي يخلي لي اياك يا حق. شريفه تاخرت كثير لتجوزت، وانا كمان صار لازم اجيب ولد يا ابو شهاب. بإذن رب العالمين الله لا يحرمنا اياها نعمة. ما عادت يا اخي. هلا بس ارجع اخذها بقعد انا وياكي على رواق نشرب كاسة شاي.
ليك يا اختي، شريفه بدها تحكي معك حكي حريم. اسمعي منها فهميها انت بمعرفتك. على عيني وراسي تقبرني. خير شو هذا الصوت؟ ما في شيء اخي، ما في شيء. هي فوزيه بتضل عم تعيط على جوزها. يلا خاطرك. الله معك، مع السلامه اخي. بعت لك دق السل ان شاء الله. لانه البنت اذا تاخرت لتتجوز بتتاخر لتحبل، بس مو الكل. فهمتي علي شريفه؟ مو الكل، مو الكل. ايه بس وينك؟ انت لك عندي وصفه بتاخد العقل. شو هي يا ام زكي؟ يو قلت لها اياها. يو ما كانش لك ساعه عم تساليني؟ ايه بتزي. عطس. Hey!